وهي كيمشي يدخل يهز سوارتو او بسطامو او الصمطه ديالو من البيت ويجي. الريقه سايل وهو خارج للخدمه اليوم وغدا واليوم وغدا. حالاش هاد الاسره هادي؟ حالاش اي هاش جيب صباطك يقول لك وا سعاد فين تقاشري؟ اقلب عليهم انا نقلب لك. ولادك داروني، ولادك قهروني، انا في الدار انا مالي حتى انا راه خاصني نخرج الخدمه ديالي. وتولي تخوتي على الصباح شاعله كوكوت مالنا يا لالا، كتمرضي كتعياي ونقولوا الا انت متفاهمه مع الزوج ديالك يصاوب الفطور ديالو لراسو ماشي مشكل. عفاك قاد وجدي كل شيء في المطبخ، وجدي كل شيء داك نقي هذاك الشيء المحي ديال ما ما يدور الطاروخه وكل شيء نقي. فاق الزوج ديالك اكيد انت خاص تضربك الفيقه، وما باغيش تخرجي من الفراش البرد، وباغيه داك الفراش سخون وما باغيش تخرجي. ديري له فيها هكا صباح الخير حبيبه، فقت راه كل شيء موجود، راه هذا وهذا. صباح الخير. وزوجك هذاك غادي تسلمي عليه، غادي تديري له حضن، وغادي ترجعي تنعاودي كيفاش ترجعي تنعسي فاش يخرج هو يبغي يلبس حوايجو باش الى داري وشافك قدي شعرك. وحتى هو الى علمتي هكا راه حتى هو، وحتى انت طلبي منه هكا يتقاد ويكون محسن ويكون الاماكن كل مكان نقي ويكون كل شيء نقي وريحته بارده وظفاره مقطعين. حتى هو خاصو يدير لك نفس الشيء. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبتي الغاليات. نتمنى تكونوا بالف خير وصحه وعافيه يا رب. حبيبتي الغاليات حازمه راسي كيضرني ما شكيت عليكم، خرجت سخونه طلعت للسطح كنت سخونه، عندنا شي برد شي برد شي برد، شدني واحد الراس. وقلت هاد الايام ما غاديش نكثر من الادويه، لاني في شهر رمضان كثرت العلاجات بزاف بزاف، كنت عرفتو كنت سياتيك وداكشي 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 وما حواليه. المهم حبيباتي الغاليات، والعمر كيلعب دور، العمر كيلعب دور، العمر كيلعب دور، ما بقيتش صغيره. واللي داكشي كنقول لكم جمعوا ريالكم، راه كل ما كبرنا الصحه كتقلال. التلفازه عندي كدير فيها واحد البرنامج وكيدير وكيدي ليا الضو، كتشوفوا كيتغيروا الالوان. غادي نشدو الجزيره ونخلوها ما كتغيرش الالوان بزاف. حبيباتي الغاليه سمحوا لي على هذه الشده ديال سميتها مشعبيه. هنايا غادي نتكلموا على واحد الموضوع، هنايا غادي هادشي اللي غنهضر عليه كلشي غتستافدوا منه اليوم غدا بعد غدا. الاستفاده الاستفاده الاستفاده. النصيحه اهم ما نعطيك، نجيك دابا نعطيك 1000 درهم في يدك غادي تشري بها دابا وغتفرحي بها، ولكن غادي تقاد، ولكن النصيحه تبقى معك الى الابد الى الابد. شدي النصيحه حتى للابد. حبيبتي الغاليات هنا معنا امل فرج، كتقول عافاك خالتي خديجه، بغيت نسولك ويا ربي تجاوبيني على هاد الحيره اللي عندي. دابا انا متبعه معاك، متبعه معاك باش نجمع راسي، باش نجمع مع راجلي لدوير الزمان ونديرو شي علاش نرجعو. ولكن كاين واحد التيار اخر كيقول ما تجمعي للراجل وتقرزي على راسك، فاش يدير لاباس غادي يتقلب عليك ويجيب اللي يخسر عليها الفلوس. السؤال هو كيفاش نوازن ما بين راسي وانتي وانني راسي وانني نجمع مع راجلي وفي نفس الوقت بلا ما نضيع بزاف ونقتصد. انا اللي بغيت نتهلا في راسي، انا اللي بغيت نتهلا في راسي كنخسر الفلوس بزاف بزاف. حبيباتي الغاليات، اولا خاصنا نختاروا الزوج الصالح. دابا ما كاين حتى وحده او قليل نادر نادر يعني اللي غادي يجوا والديها ويفرضوا عليها شي راجل. انتي كتختاري هذاك الزوج، راه كتكون واحد الفتره ديال الخطوبه راه كتعرفي عليه، تحاولي تسوليه، ماشي غير تخرجوا تبقى تصنعي وتصنع، لا سوليه وحطيه في مواقف. انا الا وقعني هكا شنو غادي دير، وانت الا وقعك وحاولي ديري تجارب. انا مزيره، انا هذا هذا خدمتي فلوسي كنعطيهم لدارنا، النهار الاول ديري براسك فلوسك كلشي كتعطيهم لداركم، كتخلي غير باش كتصرف عليك باش ما يعولش على الراتب ديالك. ولكن انتي فاش تزوجوا طبعا غادي تساعدي البيت وغادي تساعدي وليداتك وغادي تساعدي الزوج ديالك. ولكن نهار الاول ما تبيني له على انك راه انت لا رانا الفلوس كاينه للبنات اللي غادي تشري الزوج. نهار الاول كتلقى واحد الراجل جاي يخطبها كلشي كتبيع عائلتها تبيع دارهم تبيع كلشي تخاصم مع كلشي تضرب كلشي في الزيرو، تقول يا سيدي انا كاع ما عندي واش تهدو، راه ماشي والدي غير رباوني وراه كيعصوني الصباح والعشية وكيسدو عليا واحد البيت وما كيعطونيش الماكله، وكنخرج كنطلب من برا وراه الناس اللي شافقين عليا، وانا كيخرجوني من 6 الصباح كنشق عليهم شق عليهم حتى يسالوا ويطلعوني البيت ينعسوني، وانت جيتي تنقذني. وهو يقول انا جيت نقذ هاد البنت.
وكيلا كانت خدامه غتقول لي فلوسي كامله تحت تصرفك وفلو كل شيء، وملي تمشي معاه لشي ريستور شي هذا تخلص عليه وتمسح له دير له هذاك الزوج. النهار الاول انتي قلتي له غير عافاك غير تزوجني، الله يرحم لك الوالدين غير تزوجني وانا خادمه تحت رجليك. طال الزمن قصر الزمن، تحتك تحت رجلين امك اختك باك عمك خالك جيرانكم صحابك كلشي الناس كلشي الناس انا نخدمهم مسحي ماشي فيهم سنانهم ونقي لهم ظفارهم وندير لهم كلشي غير تزوجني الله يعطيك الستر. تزوجني الله يعطيك الستر، ما انا يتيمة وربنا هذا انا يتيمة، تزوجني يعطيك الستر تزوجني الله يحفظك الله يحفظك. كي نور كيتزوجها انني انقذت هذه، ملي كيجي لها بطاطا كيقولوا الحمد لله انا جبت لك بطاطا ما كنتيش كتاكليها في داركم، جبت لك خزو الحمد لله كتاكلي خزو انا ما جبت لك ما كانش في داركم، شتي المشماش ايوا ها انت جبت لك المشماش. ويبقى لانه النهار الاول هي نكرات باها اللي كبرها وامها اللي كبرتها وعائلتها اللي كبرتها وخيراتهم وكبروها ووصلوها لهذاك الشيء وجاها جبرها جاهزه، كتقولي شتي انا راه تزاديت بوحدي انا خرجت نكرش امي، امي كانت نعسه ما جابت سقط كاع الخبر ونوط وقطعت صرتي ومشيت وغسلت راسي ومشيت شد صوبت البيبرونه ونعست وفقت وبدلت لي كوش راسي. لهذا حبيبتي الغاليات راه كالزوج خاصنا نبنجوه بالواقع، شتي انا راه خدامه ولكن راه كنعطي 50% لدارنا، هذيك 50% واخا ما تعطيها لداركم انت ديريها في الحساب ديالك ياك. هاد الزوج هذا اللي داخله معاه لهاد الشركه ديال الحياه لانك انت شريكه حياته، راه ماشي غير الفلوس غيضيع ويجيب عليك مرا الا مثلا كنتي انت ها كنتي هكا يعني عبيطه، راه عمرك حتى هو ضاع. نقولوا اسيدي هاد الزوج ما داش فلوسك ولكن مشى مع واحد المراه، ولكن راه عمرك ضاع، ضيعتي معاه احلى سنين عمرك، فهمتي؟ خاصك عاوتاني تبداي الحياه وربما عندك جوج وليدات وانت يلا عندك 28 او 30 سنه، كيفاش ما غاديش تبداي حياه جديده؟ الا بغيتي تبدايها غتخسري وليداتك لانك الراجل غيتزوجتي الا تزوجتي غيشد لك الوليدات وبزاف د الحاجات وكبتك غتشتت وبزاف د الحاجات. حبيباتي الغاليات راسي بدا كيزيرني نفتحو واحد شويه، قال لي فتحي عافاك عليا واحد شويه. لهذا حبيبتي الغاليه انت خاصك تختاري الزوج الصالح، ولكن بزاف د الناس كيلقاو مفاجاه، يعني كتختار وكتهذا وكتقول لك هذا هو ولكن كتلقى مفاجاه. هنا شنو هو اللي انت ما خصكش تكوني عبيطه، انت ملي تشاركي مع هاد الزوج في الحياه الا كان هو اللي خدام هو اللي كيجيب الفلوس وانت كتقتصدي وكل شيء، راه واجبك تقتصدي، راه الواجب ديالك وهو الواجب ديالو يخدم. كنتي حتى انتي خدامه معاه راه الواجب عليكم تقتصدوا وديروا شي حاجه لانكم دخلتوا شراكه راه فيها وليدات فيها بزاف الحاجات. الا ما كان الحب وكانت دائما الحوار وكان هذا والزوج ديالك ماشي تكوني سايحه تحت منه، يعني سايحه ايه 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 وايه ودائما انتي ماكيا ودائما انتي عارضه ازياء له تبعيه وفين مشيت وفين جيت وافين كنت الو فينك الو، راه كي 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 كتقهميه. خاصك الزوج تكوني عطي خبع باش يرغب، تكون عنده الرغبة اكثر، عطي خبع عطي خبع بدون مشاكل بلاصه، وانتي زوينة وفنان في القياس. داك الماكياج الاوفر اوفر ماشي دائما يوميا، ولكن دائما كوني انيقه وريحتك بارده ونقيه من كل مكان. عرفتي النقا المراه راه ماشي اي مراه نقيه، راه المراه النقيه يا عباد الله شنو نقول لكم، راه يمشي 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 حتى يعني راه ما يفوتها. وفهموني راكم فاهميني فاهميني، والمراه النقيه راه الراجل المعفون كتنقيه وتعلمو النقاء، فهمتوا؟ ولادها وحالتها وكل شيء. راه الزوج ما كتشدوش لا ماكله لا وليدات لا ديكور ديال الدار لا بلا 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 لا تواش يشيلو لا. الزوج الرجل الرجل بصفه عامه كيشدو وكتشوفو العالم علاش ماشي، جوج اشياء كيمشي بهم العالم، جوج ما غاديش نفطح، جوج حاجات اللي ماشي للعالم، الرجال
هادوك جوج حوايج اللي ماشي العالم هما اللي كيهموا الراجل، يشبع في بطنه وكملي من عقلك. ولكن عاود تاني ماشي تقهميه تقهميه يولي باغي التغيير، لا. فين تتقهمي زوجك؟ هي الى شتيه غادي وشكيتي فيه زعما هذيك فاش بغى يخرج قهميه باش يخرج شبعان ما يعبر حتى واحد. شتي دابا انت الا بغيتي مثلا بغيتي تخرجي، وراه كنقولها لكم دائما في الفيديو، كل ما تخرجي للسوق شبعي كرشك عاد تخرجي، واخا تشوفي حب الملوك تشوفي الاناناس مفتوح تشوفي الدلاح مفتوح تشوفي الخوخ تشوفي كلشي، لانك شبعانه شبعانه في دارك، درتي واحد الطاجين ديال البطاطا والبصله وقطعتي فيه الخبز واحد البرادات وشبعتي شبعتي شبعتي، راه هكاك الزوج الا خرج شبعان من الدار راه واخا دوز قدامو ملكه الجمال هاي تلفات، ولكن ديك الرغبه شبعان، لان سبحان الله راه الانسان ما يقدرش يمشي اكثر من واحد العداد، فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ لهذا حبيبتي الغاليه باش انت هاد الزوج ما يضحك عليك وما حتى شي حاجه، كوني فيك هاد الصفات باش تكوني شاتيه في دارك، ما يمشيش يجيب واحد المراه اخرى، ما يمشيش يقلب، راه المراه الاخرى يقلب عليها راه ماشي لانك انتي كنتي كتجمعي الفلوس وكنتي كتقتصدي ودرتي له الفلوس، فهمتي؟ راه اصلا النهار اللي جاك الراجل راه عنده صالير، راه كان يقدر يمشي عند وحده اخرى يتزوجها، راه كان يمشي الا اذا هذا الراجل شديتيه ما خدام ما ردام وانتي درتي له الفلوس، او هذاك اللي كيمشي عند شي مراه عندها ورث ولا شي حاجه وهي ماشي يعني ماشي كبيره عليه وماشي شي حاجه وهو صغير، وهذا هذاك باغي الفلوس باش يهزو يمشي يبني بهم حياته. انت فاش جاك هاد الزوج وخطبك وتفاهمتو وتزوجتو ولدتو وليدات راه اختارك انت، ولكن انت ما تخليش يطيح، ما تخلي له ديري لواحد السلم يهبط به لتحت يمشي يقلب في القاع، غادي تشديه بالمفاهمه بالرزانه بالعقل، مفاهمه مع عائلته، ما واخا ما صلحوا لي ماشي نكون مشراره معاهم، ما نحرضوا عليهم انت سيدي ونمشي معاه عندهم، ولكن شدتي قاري نقدر نعزل السكن ديالي ولكن نكون مزيانه معاهم. راه كيفاش واحد الزوج غادي يحبك وانت ما كتهضريش امو؟ غادي النهار الاول يقول لي هي امي غلطه، النهار الثاني غلطه، واحد النهار كيجي يلقى مرت خوه يلقى راجل اختو متفاهمين مع امو يقول اه لا فوت في الزوجه ديالي انا ما عرفتش، وتبقى تدور له في دماغه تدور له في دماغه، واختو مدابزه مع اختو مدابزه مع مرت خوه مدابزه، راه كاين السيدات اللي هكا كتقلب كتقلب على المشاكل. لهذا كوني مزيانه مع عائلته ما تعطيها ما تعطيك غير الصواب، كوني مزيانه معاه، كوني مزيانه جاب لك ضيافين وكرميهم، يعني حمري وجهه حمري وجهه في طبيلته وفطوره يفطر مزيان. الزوج الا فاق ولقى الفطور ديالو مقاد ودارو مهويه وصوره البقره او صوره ياسين او هذا صوره شيء القران خدام في الدار، الهدوء والسلام او شي موسيقى هادئه، البنات اللي غيقولوا انا راه قلت لك كنسمع الموسيقى، انا مسلمه ولكن كنسمع الموسيقى، وكل واحد له اختياراته في الحياه، يعني هذا لا يخليكم اللي ما كتسمع الموسيقى تولي ضدي، لا انا معاكم، وفي نفس الوقت كنسمع الالات الموسيقيه، كنسمع نبغي نسمع المطر كنبغي نسمع. لهذا نرجع للموضوع ديالنا، يعني ما بلاش ما نقلبوا في هذا الموضوع، هذا صافي كملنا هذا شحال هذا. موسيقى خدامه هدوء، صور جميله ديال الناتور في التلفازه كدور بلا صوت بلا والو، ضحكه مع وليداتك، ماشي فيق يلقاك هكا، سمحوا لي راه حزنت راسي والله لا على راسي ماشي لا. ها جاتي جيب صباطك، يقول لك وا سعاد فين تقاشري اقلب عليهم، انا نقلب لك، ولادك دارولي ولادك قهروني، انا في الدار انا مالي انا راه خاصني نخرج الخدمه ديالي، وتولي تغوتي على الصباح شاي على كوكوت، مالنا مالنا راه ما بقاش راه حتى ولادك ما وراسك راسك راه ما بغاش هكاك راسك، لا لا راه خاص يصبح على الهدوء، يصبح على كوزينه نقيه، يصبح على طارو خاوي، يصبح على حمام نظيف، يصبح على الشراج متفتحو ديال الدار توا سوا التلسه والبرد سوا ليك، يصبح عليك انت تمشي تحيدي تغسلي نظفي، يصبح عليك نقيه، وجهك مقاد شعرك ممشوط مقاده وجهك دايره غير شويه الكحل وشويه الكريم وغسل سنانك،
ياك وريحتك بارده، ريحتك بارده عندنا حنا نقولها الصحراويين، يعني ريحتك زوينه ياك، دارك معطره، ما كاين شي حاجه تريني في الارض، لا يكوش لا صباط لا هذا. راه كاين المراه اللي كيخرج الراجل للخدمه وهي كيمشي يدخل يهز سوارتو او بسطامو او الصمطه ديالو من البيت ويجي. الريقه سايل وهو خارج للخدمه اليوم غدا واليوم غدا، بحالاش هاد الاسره هادي بحالاش. اياها لالا كتمرضي كتعياي ونقولوا الا لالا انت متفاهمه مع الزوج ديالك يصاوب الفطور ديالو لراسو ماشي مشكل. عفاك قاد وجدي كل شيء في المطبخ، وجدي كوزينتك نقي هذاك الشيء المحيدي الماء ما يدور الطاروخه وكل شيء نقي. فاق الزوج ديالك اكيد انت خاص تضربك الفيقه، وما باغيش تخرجي من الفراش البرد، وباغي داك الفراش سخون وما باغيش تخرجي. ديري له فيها صباح الخير حبيبه فقت، راه كل شيء موجود، راه هذا وهذا. صباح الخير. وزوجك هذاك غادي تسلمي عليه، غادي ديري له حضن، وغادي ترجعي تنعاودي كيفاش ترجعي تنعسي فاش يخرج هو يبغي يلبس حوايجه باش الى داري وشافك قدي شعرك، وحتى هو الى علمتي هكا راه حتى هو، وحتى انت طلبي منه هكا يتقاد ويكون محسن ويكون الاماكن كل مكان نقي ويكون كل شيء نقي وريحته بارده وضفاره مقطعين، حتى هو خاصو يدير لك نفس الشيء ماشي غنتي. راه الموضوع على الاقتصاد، ولكن اش راه كيجر كامل كنجيكم للمراه اللي مش باش ما تراك، لان قالت غيتركني يمشي عند واحد المراه اخرى. تقادي شعرك، تقادي المخده ديالك، ديري واحد النعيسه هكا باش تيلا دار عندك زوجك يشوف واحد الحمامه نعسه زوينه، ماشي واحد القرد داير. فهمتوا؟ كنتعجب. ثانيا يعني الا مشى يكون عند مشى سيدي هاد الزوج، هاد الزوج ما سوا ما يصلح، ولد واحد المراه ما تسوى ما تصلح. انت ياك انت دايره بعقلك عندك واحد الحساب ديالك، انت كتحطي في واحد الجزء من الماندا ديالك، او الا كنتي انت كتقتصدي ووقفتي ديك الدار وداك الشيء كتكون حاولي تكون في سميتكم بجوج. ما بغاش يديرها في سميتك تكوني لالا ومولاتي وقافزه، وحاولي تجمعي ضبطي الاقنات بكل شيء. ولكن الا كنتي انت غير مباليه ببيتك ولادك، راه كاينه اللي هي كتنوض وتبقى تغسل في الماعين وتمسح الحيوط وتمشى تشعرها وتدخل دير الدوش وكل شيء، ولكن هذا اللي كيخرج مع ولادها مع جيرانها مع عائلة راجلها مع عائلتها، تقولي ما هذيك راه الراجل واخا شدي راه ما يجلس معاها، وإلا جلس معاها راه بحالها طينتها. فهمتوا؟ راه كوني كله من مجاميع. ورغم ذلك راه كاين الرجال اللي ديري هادشي كامل، تكوني شنقول لك تكوني كل شيء وتقدر يمشي، يقدر يمشي، يعني راه مش كاينه شي حاجه مستحيل. ولكن الكتاريه الى لقى الراحه النفسيه في بيته، لقى الهدوء، لقى السكينه، لقى المنظر الجميل، لقى الريحه الطيبه في البيت وفي الزوجه وفي الوليدات، لقى الوليدات المؤدبين، لقى الوليدات المربيين، لقى الزوجه شاده سوق راسها ما كتجيب له لا صداع الجيران لا قالت فلانه لا مشيت عند فلانه لا راني غاديه عند فلانه لا قالت امك لا قالت اختك لا قالت مرت خوك. داكشي خرجيه من قاموسك، خرجوا. راه وصلنا ل 2023 عباد الله، خرجوا. انا كندخل شي موضي كنحشم مشيت لعندها وشافت فيا ودارت لي ودارت فيه طنزيزه وما عرضت عليا امه ما عرض عليا باه، انت خاصك تكوني تما كاع محتاجو يعرضوا عليك. هذيك راه امك وباك، حتى هما عندك امك وباك اللي هما امك وباك ويتحطوا تحطي لهم تاج، ولكن حتى انت مو با. غادي نرجعوا لبنتي امل فرج. بنتي امل فرج انا نقول لك اللي كيشد الزوج، الا بغيتي زوجك ما يهرب عليك وما يمشي عند امراه راه ماشي الفلوس غيدوه، راه جاك عنده صالير. ولكن الا لقى فيك انت السكينه والهدوء اللي قلت والريحه الطيبه من كل شيء، وليداتك متدينين وانت شاده دينك راسك وكتنصحي زوجك بالصالح، ولا شتيه طالع له الدم قولي له لا اهدى، ولا شتيه متخاصم مع والدي تقولي لا هذوك راه الوالدين وراه هذا، ولا شتيه داز مع خوك يقول لا خذاك عليك الاحترام، ما تعطيه ما يعطيك الاحترام. وشتيه مع والديك وشافك انت برا والديك ويشوفك انت مع خوتك مزيانه ويشوفك راه ما غيمشيش يقلب. علاش؟ لانه حتى هو عنده عقل، الا كان عنده الا جبتي شي واحد اللي دمدومه غادي تجرو واحد اخرى وغتديه. هذا حبيبتي الغاليه، بغيتي تهلاي فراسك تهلاي فراسك،
باشياء بسيطه، راه تجيبي اشياء ماشي تهلاي في راسك غادي تمشي تشري ليا لوي فيتون ولا كريستيان ديور ولا سميتو، راه غالي يعني غادي تخسر فلوس بزاف. لا تهلاي في راسك مزيان، لبسي مزيان، تقادي مزيان، راه السيدات معنا في القناه عاودوا ليها قولوا ليها راه تقدر تقاد وكل شيء وتهلا في راسها تهلا في الزوج ديالها على امكانياتها، وجمعي وديري لدوير الزمان انت والزوج ديالك، تهلاي في زوجك، تهلاي في، انا كنبغيكم تكونوا متفاهمين والله العظيم كنبغيكم تكونوا متفاهمين كاملين وتكونوا مزيان كاملين ومنسجمين كاملين. هذا الفيديو كنظن برك عليكم هذا الشيء، لاني قصحت عليكم الهضره واني بكم راني نحبكم كاملين.